عظمة الله لا يعلمها إلا هو، ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول، وإلا فإن عظمة الله لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. من هو الله؟ الله 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 هو الرب، هو الإله، هو الواحد، هو الأحد، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو التواب، هو الواسع، هو الكريم، هو العفو، هو القدير، هو اللطيف، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحسيب، هو القوي، هو الشهيد، هو الحميد، هو المجيد، هو المحيط، هو الحفيظ، هو الحق المبين، هو القهار، هو الخلاق، هو الفتاح، هو الودود، هو الغفور، هو الرؤوف، هو الشكور، هو المتعال، هو المستعان، هو الوهاب، هو الخفي، هو الوارث، هو الولي، هو القائم، هو القادر، هو الغالب، هو القاهر، هو البر، هو الحافظ، هو المليك، هو المقتدر، هو الوكيل، هو الكفيل، هو الكافي، هو الأكرم، هو الرزاق، هو ذو القوة المتين، هو غافر الذنب، هو قابل التوب، هو الملك جل جلاله. لا إله إلا الله ذلكم الله. أيها الإخوة، إذا سمعتم الله أكبر وسمعتم الأذان قفوا مع هذا الأذان، تأملوا، فإذا بالأذان يبلغ رسالة العظمة، يبلغها في قوة وخطبة قداسة في حماس وخطاب تمجيد في صرامة لسان. إذا سمعتم الآن المؤذن يقول الله أكبر، فتراه ينادي العالم المنشغل بدنياه، الملوك والوزراء والأمراء والفقراء وغيرهم، يقول يا من انهمكتم في دنياكم، يا من غمسون في أعمالكم، الله أكبر. إذا سمعت الله أكبر فتراه ينادي الفلاح في مزرعته، والأستاذ في مدرسته، والطبيب في عيادته، ينادي التاجر في تجارته. إذا سمعتم الله أكبر فهي تقول يا حجر، يا شجر، يا بدو، يا حضر، يا مدر، يا من غاب ويا من حضر، يا من اغتنى ويا من افتقر، يا من غلب ويا من انتصر، الله أكبر. أيها الشيخ، أيها الطفل، أيها الشاب، أيتها المرأة، الله أكبر. أيها النهر الباسم، أيها الليل القاتم، أيها الظل الناعم، أيها الجبل الجاثم، أيها النهر الجاري، أيها الضوء الساري، أيها الشعاع الناري، أيتها الحديقة، الله أكبر. هل تأملت في الأذان الآن وهو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ونحن نقول الله أكبر يا عرب ويا عجم ويا فرس ويا روم ويا بيض ويا سود ويا مسلمون ويا كافرون ويا موحدون ويا ملحدون ويا مهتدون ويا ضالون ويا عارفون ويا منكرون، الله أكبر. يا قارات، يا محيطات، يا آسيا، يا أفريقيا، يا أوروبا، يا أمريكا، يا كل أرض، يا كل سماء، الله أكبر. هل عرفتم من هو الله؟ إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ربكم هو خالقكم، خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. الله